هلا لما ناخذ هذه الذره في مينيمم فايل هذه ما بقدر اعمل فايل كبير. هلا لاحظوا السينكرونايزيشن هون اللي دخل ايش السيجنال اللي دخلت عملت سينكرونايزيشن هون؟ ار ماينس اس مش هيك؟ هلا نتذكر مره ثانيه ار ماينس اس ايش علاقتها ب ار؟ ايش العلاقه بين ار وار ماينس اس؟ مره ثانيه ليدنج باي 30 ديجريز مش هيك؟ نذكر حالنا مره ثانيه عندي اذا هذا ار هذا اس واتجاه الدوران هيك وانا عم براقب وعندي هون تي اذا ار ليدنج اس باي 130 ديجريز واس ليدنج تي وهدول طبعا فيز فولتج ار ماينس اس بتكون اس هون اذا ار ماينس اس اكبر من ار بجذر الثلاثه يعني 1.73 وليدين ليش قلنا ليدين؟ هذا عم بلف بهذا الاتجاه اذا هذا سابق 30 درجه اذا البلس اللي انا عم بحطه هون السينكرونايزيشن ايش هي بالنسبه لار؟ قبله قديش؟ ب 30 درجه اذا لو جينا رسمنا هذه هون هي عندي خلينا افترض انه عندي هي ار هي الزيرو كروسنج تبعت ار الزيرو كروسنج تبعت ار ماينس اس اللي انا دخلتها هون هي قبلها ب 30 درجه يعني 90 يعني هاي 30 درجه اذا ار وار ماينس اس طبعا اكبر منها راح تكون تقريبا هون بس راح تكون 1 2 3 تقريبا هيك اذا هاي هي النقطه اللي انا عم بعطيها لهذا البلوك هلا انا هون ار ماينس اس بدي اضطر استنى ما بقدر اعمل فايرنج لهذا لحد ما اوصل عند نقطة معينة، خلينا ارسم الـ S والـ T. الـ T راح يكون leading R by قديش؟ 30 لا T والـ R. leading R by 120، lagging by 240 بس leading 120. إذا إذا هو leading 120 عندي هون 1 2 3 معي هون الـ R وعندي 1 2 3 هلا T راح يكون قبل هذا 120 درجة، 120 درجة يعني 1 2 3 4 واحد اثنين ثلاثة هاي واحد اثنين ثلاثة هاي نقطة مهمة ليش هاي نقطة مهمة بين R و T مين المور بوزيتيف عند النقطة هاي تي مين المور بوزيتيف عند النقطة هاي إذا إيش أبكر نقطة ممكن أعمل فيها فايرنج لل ثيرستر نمبر 1 اللي هي أي نقطة من عند هاي النقطة هذه أبكر نقطة هاي دي ايرليست مش هيك ايرليست possible finding واضح ليش؟ لانه قبل هذه النقطة هذا الفيرس فايست لو اعطيته بلس ما راح يعمل كونتاكشن مضبوط؟ إذا وين أكثر نقطة ممكنة للفايرنج للآر لواحد هي 30 درجة بعد مين؟ بعد الآر بعد الآر بس كم درجة بعد الآر ماينس إس؟ 60 إذا شو المينيمم فايرنج أنا اللي بقدر أعملها في هاي الكونفدريشن؟ 30 60 بالنسبة لـ R ماينس S أو 30 بالنسبة لـ R لأنه هي عندي R ماينس S أنا إيش اللي بدخله هون؟ R ماينس T على فكرة أنت كانت تدخل R وتعملها 30 إذا دكتور أنا كان زي بس نكمل هذا أنا كان بإمكاني أدخل على السينكرونايزيشن R وأأخر عن R 30 درجة أو بدخل سينكرونايزيشن R ماينس S وبأخر عن R ماينس S قديش؟ 60 درجة بس هذا البلوك دايجرام هذه الريكتيفاير في مينيمم انجل ما بقدر اعمل فارق قبل المينيمم انجل، المينيمم انجل هاي هي نقطة التقاطع البوزيتيف اللي هو تي مع ار تي مع ار نفس الشيء ار مع اس ما بقدرش اعمل فارق لاس الا لما ايش يتقاطع ار مع اس يصير هذا فور اوفايس نعم دكتور انا بقدر ادخل لاين بوينتر في فيز بوزيشن بقدر ادخل اللي بدي اياه انا 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 يعني انا ممكن اخدع هلا انا ليش بفضل ادخل لانه هو بسميه ايه فانا ما بدي احط عليه بي او ايه وبعدين حد يجي يفتح الفايل ويطلع ويتلخبط فانا فضلت اني ادخل عليه ايه ماينس بي من هون واخر الزاويه ب 60 درجه اوكي اما انت ما في مشكله لو دخلت عليه ار وار واخرت ب 30 درجه رح يشتغل معك بنفس الطريقه هي بس ريلاتيف صارت زيرو كروس اذا احنا الريفرنس تبعنا استعملناه زيرو كروسنج تبع ار الزيرو كروسنج تبع ار احنا عارفين انه زيرو كروسنج تبع ار ما بقدر اعمل فايرنج قبل 30 درجه بعده لانه هي النقطه اللي بتقاطع فيها ار مع تي واللي بعدها بصير اس سي ار 1 فورورد بايس او عليه فورورد فولتج فبقدر اعمل فايرنج لكن انا الريفرنس تبعي مش ار الريفرنس تبعي انا مدخله هون لانه هو سماها اي بي دخلته ار بايس اس فصار الريفرنس تبعي هو ناقص 30 ديجريز من هاي النقطه للمينيمم فايرنج 60 درجة.
درجه. ولذلك هتشوفوا الان في البلوك دايجرام زي ما انا راح ارسمه الان في السيم باور سيستمز راح اخذ اعمل المينيمم اعدل 60 درجه اوكي، بس راح اضل ادخل ار ماينس اس اس ماينس دي تي ماينس ار على هذا البلوك دايجرام. ماشي واضح منها؟ في اسئله ثانيه؟ طب دكتور لو هلا انا دخلت